السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس، يكون كل شيء هو هذاك. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا الدرس الاول ديال الفيزيك، الدور الثاني من طبيعة الحال، تروازيام ماني كوليج انترناسيونال، وحتى عام راهم غيستافدوا معنا. مرحبا بكم جميعا. اذا الدرس الاول كيخص لا ميكانيك، وانتم في الدورة الثانية عندكم جوج المحاور، عندكم المحور ديال الميكانيك في مجموعة من الدروس، ثم عندكم المحور ديال الالكتريسيتي كذلك في مجموعة من الدروس. اذا بالنسبه للميكانيك راكم نتوما اول مره كتقراوه، لهذا غنسمعوا واحد المصطلحات جداد، ما تخلعوش، حنا نمشيو مصطلح مصطلح، نشرحوا الامور وبالتالي نجيكم امور بسيطه ان شاء الله. اذا باش تبعوا معايا الله يرضى عليكم، ما تكتبوش، انا الشرح فقط اللي كان شي شرح خارج على هذا الشيء اللي عندكم في هذا البي دي اف هو اللي كتبوه، اما هذا الشيء اللي في البي دي اف غادي نخليه لكم في الرابط. الرابط غادي تلقاوه على هذا الشكل، الرابط ديال في الموقع ديالكم بطبيعه الحال اللي هو العلم النافع. اذا تأتي لهاد الأيقونة هذه اللي هي الإعدادي. قبل الدخول لهاد الأيقونة ما تنساوش الاشتراك في الموقع، تضغط هنا على متابعة الموقع على هذا الشكل متابعة، وبالتالي تصبح أنت من المشاركين في الموقع. الآن الموقع تقريبا فقط 24 ساعة، الآن 14 مشارك، جيد. إذا ندخل إلى الإعدادي كما ترون، نأتي إلى ثالثة إعدادي، ثم نحن نريد مادة الفيزياء، نأتي إلى الفيزياء هنا، نضغط على الفيزياء، ثم الدرس الأول اللي هو لو موفمون اي اي لو روبو اي لا فيتيس موين. هذا الدرس كاين بعض الأساسيات اللي غيجمعوا ويجعلوا لكم درس واحد، يعني الحركة والسكون، لو موفمون اي لو روبو اي لا فيتيس موين، هذا يجعلكم في درس واحد. وكاين بعض الاساسيات اللي غيديروا لو موفمون اي لو غوبو بوحدها، ثم يجيو الدرس الثاني عاد يديروا لا فيتيس موين. حنا هادشي اللي غنديروا، غنديروا هذه بوحدها ثم نديروا الدرس هذا بوحدو ديال لا فيتيس موين باش ما نطولوش الدرس. اذا هذا الملخص اللي عندنا راه ديال لا فيتيس موين، ندخلوا ليه وبالتالي غنلقاو راسنا في هذا البي دي اف اللي كنشرح لكم دابا، واضح؟ اذا غتلقاو راسكم عندكم هذا البي دي اف، تيليشارجيه عندك في التليفون ولا في البي سي، خليه عندك وتبع معايا الشرح. اذا نبداو على بركه الله الشرح. اذا عندنا لو موفمون اي لو غوبو، يعني لو موفمون هي الحركه، لو غوبو هو السكون. مزيان اسيدي، اول حاجه خصنا نتعرفوا عليها شنو معنى لو موفمون، شنو معنى الحركه، يعني لو موفمون هي الحركه، شنو معنى الحركه وشنو معنى السكون اللي هو لو غوبو. تري بيان، اول حاجه نديرو هي لا ديسكريبسيون ديال الموفمون، يعني ندرسوا الحركه، واضح؟ دونك شنو غنديروا، غنديروا واحد لاكتيفيتي، واحد النشاط، واحد لوبسيرفاسيون. Donc nous roulons un jouet sur lequel une forme en A est fixée au-dessus d'une planche inclinée pour passer hein, devant une forme en B observée fixée à la planche, voir sa figure remplir le tableau suivant. Donc on a un exercice. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une boîte B fixée على هذا لو بلون انكليني، هذا المستوى المائل هذا كيسميوه لو بلون انكليني ولا بلونش انكليني، نفس الشيء هذا تسمى بلونش انكليني. ضبطوا هذه المصطلحات، المصطلح الجديد هذا كيسمى انكليني يعني مائل، خط مائل. وعندنا هذا الخط هذا تحت عندك تسمى الخط افقي، بلون اوريزونت، واضح؟ استسمح. اذا عندنا هذه اللعبه راه فيكسي هنا، يعني مربوطه مسوديه مع هذا البلون هذا، واضح؟ وعندنا هاد اللعبه كتحرك في هاد لو بلان، هي غادا نازله، وهاد اللعبه عندنا فوق منها واحد الجسم ا مربوط فوق منها، حتى هو مربوط فوق منها، يعني كتحرك معاها، واضح؟ دونك حنا فهمنا هاد الهضره اللي كاين هنا. شنو مطلوب منا؟ عندنا قال لك اسيدي غومبليغ لو طابلو، شنو عطانا هنا؟ لو جوي، وعطانا لو كور ا ولو كور بي، وهنا عطانا لو جوي وهنا عطانا لو كور ا اي لو كور بي، يعني غادي ندرسوا الحركه ديال هادو، ديال كل واحد في هادو بالنسبه لهادو، واضح؟ يعني غندرس الحركة ديال اللعبة لو جوي هادي أولا بالنسبة لنفسها، واش هي في حالة حركة أم في حالة سكون بالنسبة لنفسها. دونك ديما ملي تكون عندي دراسة الحركة ديال واحد الجسم بالنسبة لنفسه كنخليوها خاوية. لاحظتوا لو جوي بالنسبة لو جوي خاوية، لو كور أ بالنسبة لو كور أ خاوية، لو كور بي بالنسبة لو كور بي أ هي خاوية، واضح؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ان هنا احيانا في هذه الخانه هذه اما تلقاها خاويه اما تلقى بارابور، يعني بالنسبه، يعني حركه او سكون الجوي بارابور او كور ا، يعني بالنسبه لهذا لو كور ا. اذا دابا قلت لكم انا واش
لو جوي كتحرك بالنسبه لا، هاد اللعبه هادي واش كتحرك بالنسبه لا؟ ان هي راه غاده كتحرك، ولكن هاد ارا لاصق فيها، واش ا يشوفها كتحرك؟ واش الموضع ديال اللعبه كيتغير بالنسبه لا؟ اذا الموضوع ديال اللعبه ما كيتغيرش بالنسبه لا، لان ا واللعبه ديما غاده في نفس الوقت، واضح؟ واحد حدا الاخر، وبالتالي كل واحد فيهم كيشوف راه الاخر في حاله سكون. او غوبو يعني ان لو جوي بارابور او كور ا راه في حاله سكون، واضح؟ عقلوا عليه مزيان، لان لو جوي لو كور ا لاصق فيها، وبالتالي لو كور ا غيشوف لو جوي في حاله سكون، واضح؟ لو جوي بالنسبه لو كور ا، دابا هو لو كور بي عفوا، بالنسبه لو كور بي هو عندنا هنا فيكسي، ولو جو هاد لو جوي غادي كتحرك، وبالتالي الموضع ديال لو جوي كيتغير بالنسبه لبي، يعني المسافه بيناتهم غادي تكبر. اذا لو جوي بالنسبه لو كور بي راها اون موفمون، في حاله حركه، واضح؟ تري بيان، نجيو لو كور ا بارابور ا لو جوي. ا بارابور ا لو جوي كما قلنا قبيلات اي اون روبو، لان كان هذا كيشوف هذا في حاله سكون، حتى هذا كيشوف هذا في حاله سكون، لانهم ملاصقين، واضح؟ دونك ا بالنسبه لو جوي راه في اون روبو، ولو جوي بالنسبه ل ا اون روبو. مزيان، ندوزو لو كور ا بارابور ا بي. طب حنا قلنا ا كيتحرك مع لو جوي، اذا غادي نازل، اذا ا بالنسبه ل بي كي غيكون؟ غيكون اون موفمون. تري بيان، ندوزو لو كور بي. بي بالنسبه لو جوي نفس الشيء، بي بما انه واخا هو فيكسي هنا، ولكن لو جوي غادا كتحرك، كتشوفو حتى هي كيتحرك. هذه كتجيكم غريبه شويه، لا كتقول هو راه فيكسي، لا راه الموضع ديال بالنسبه هو الموضع ديالو بالنسبه للجوي، لو جوي كيتغير بالنسبه للعبه، يعني المسافه بيناتهم كتكبر، وبالتالي لو جوي راه كتشوف بي في حاله حركه. بحالنا حنا مثلا ملي كنكونوا غادي في السياره، غادي في واحد الرحله، كتبقى سبالينا الاشجار كتحرك، خصوصا الا كنا غادي واحد السرعه كبيره، واش هي الاشجار في الحقيقه كتحرك؟ لا، ولكن حنا كتبالينا الاشجار اون موفمون. هادشي اللي وقع اللعبه، راه كتشوف الجسم بي بحال داك الشخص في السياره مع الشجره، واضح؟ تري بيان، دابا الا خدينا نفس الشيء، الا خدينا الكور بي بالنسبه لا، اذا حتى هو ا يشوفو اون موفمون، لان ا بحال داك الشخص اللي راكب في السياره وبي هو الشجره، واضح؟ تري بيان، نجيو لا كونكليزيون ديال هادشي. قال لك سيدي بور ديتيرميني، يعني من اجل تحديد ماذا؟ بور ديتيرميني لو موفمون او لو روبو، يعني باش نقول واحد الجسم وراه في حركه ولا في حاله سكون، شنو خصني؟ فو دوفي شوازير ان اوتر اوبجي ابلي لو كور دو ريفيرونس او لو ريفيرونسييل. يعني يا سيدي باش مثلا يجي الاستاذ ويبقى يتحرك امامكم ويقول لكم واش انا في حاله حركه ولا في حاله سكون، قول له هذا استاذ، ما يمكنش نقول انك راه في حاله حركه ولا في حاله سكون حتى تقول لي بارابور كوا ولا بارابور كي، بالنسبه لي من صافي. دونك هو هذاك بالنسبه لي من هو اللي نسميوه المرجع. مثلا هنا درسنا الحركه ديال اللعبه بالنسبه لو كور ا، اذا كان لو كور ا هو لو ريفيرونسييل، واضح؟ ودرسنا ثاني الحركه ديال لو جوي بالنسبه لو كور بي، دونك كان هنا لو كور بي هو لو ريفيرونسييل. اذا اللي لاحظتوا معايا هنا لو جوي بالنسبه ل ا كانت اون روبو في حاله السكون، لكن بالنسبه لو كور بي كانت في حاله حركه، صافي. دونك هاد لو كور ا في الحاله الاولى كان هو لو ريفيرونسييل، وهاد لو كور بي في الحاله الثانيه كان هو لو ريفيرونسييل. دونك شنو هو لو ريفيرونسييل؟ هو داك الجسم اللي كنختاروه باش ندرسوا الحركه او السكون ديال واحد الجسم، واضحه؟ تري بيان، سي لو كور شانج دو بوزيسيون بارابور او كور دو ريفيرونس اون دي كي لي اون موفمون. اذا الا كان الجسم اللي كندرسوا ليه الحركه ديالو كيتغير الموضع ديالو بالنسبه للمرجع، اذا تنقولوا راه اون موفمون، باش نضبطوا الامور. مثلا هنا الا كان دابا هذا المرجع هو ا ياك، وكندرسوا حنا الحركه ديال اللعبه، الا كان الموضع ديال اللعبه كيتغير بالنسبه ل ا، اذا غنقولوا اللعبه راه في حاله حركه. اما الا كان الموضع ديال اللعبه ما كيتغيرش بالنسبه ل ا، اذا غنقولوا ا راه اون غوبو، غنقولوا اللعبه راه اون غوبو. هادشي اللي لقيناه هنا، اذا بما اننا لقينا ان الموضع ديال اللعبه ما كيتغيرش بالنسبه ل ا، قلنا اللعبه راه اون غوبو،
لكن ملي درسنا المواضيع ديال اللعبه بالنسبه للبي لقينا كتغير، قلنا راه بي قلنا راه اللعبه اول موفمون. كنتمنى تكون الامور واضحه، لما كانش واضحه لي كومونتير نشرحوا فيها كاع داكشي. تري بيان. ثالثه، ان كور دو ريفيرونس est un objet solide ou un groupe d'objets indéformables que nous utilisons comme référence pour étudier le mouvement des objets. شنو هو الريفيرونسيال؟ هذا هو لا ديفينيسيون ديالو. عقل عليه، راه كيتحط في الكونترول ضروري تلقاه في الكونترول وكذلك في الجهوي كيتحط. شنو هو لو كور دو ريفيرونسيال؟ يعني الجسم المرجعي هو واحد الجسم ان اوبجي سوليد، واحد الجسم سيكون صلب، او ان جروب دوبجي او واحد المجموعه ديال لي سوليد يكونوا اندي فورمابل، يكونوا ما كيتشوهوش، اندي فورمابل واضح، غير قابل للتشويه. كو نو زوتيليزون كوم ريفيرونس، اللي كنستعملوه كمرجع. علاش اسيدي؟ بور ايتيدي لو موفمون دي زوبجي، باش ندرسوا الحركه اي لو روبو دي زوبجي ديال الاجسام. داكو l'étude de mouvement ou de repos et de soit le haraka ou le soukoun d'un objet restant est toujours lié au cours de référence. يعني ان الحركه والسكون ديال واحد الجسم دائما مرتبطه بالمرجع. هادشي اش قلت لك انا مثلا ملي نتحرك امامك نقول لك واش انا في حاله حركه ولا سكون، خصك لابد تقول لي شكون هو المرجع. Nous disons donc que le mouvement et le repos sont des notions relatives. يعني ان الحركه والسكون جوج المفاهيم نسبيه. كيفاش نسبيه؟ هذيك تدوخ شويه ماشي مشكل. شوف الا خدينا لو كور ا ودرسنا الحركه ديالو بالنسبه لو جوي كي لقيناه اون اوبو، لكن ملي درسنا الحركه ديالو بالنسبه لبي كي لقيناه اون موفمون. اذا هو راه بالنسبه هاد لو كور ا اللي فوق اللعبه، بالنسبة للعبة راه في حالة سكون، لكن بالنسبة للبي راه في حالة حركة. يعني ملي كنغيروا المرجع كتغير الحركة ديال الجسم. هذا هو المعنى أن الحركة نسبية. واضح؟ هذه معنى النسبية. داكور. تخي بيان. أونسويت بعد ما سالينا هذا الشيء غندوزو لا تراجيكتوار اللي هو المسار. باش ما نطولش عليكم، عندنا ثلاثة أنواع المسارات. عندنا المسار الأول تراجيكتوار، هو المسار ريكسيلين مستقيمي. عندنا مسار مستقيمي وعندنا مسار مستقيمي على شكل، وعندنا مسار منحني كيرفيلين، وعندنا مسار سيركولير اللي هو الثالث. واخا نجيو شنو هو المسار سيدي؟ لا تراجيكتوار اللي هو المسار دان اوبجي ديال واحد الجسم اون موفمون اون لين كونتيني كي غوليي لي بوزيسيون سوكسيسيف ا بارتير دي كيل باس سو اوبجي اون موفمون. يعني شنو هو لا تراجيكتوار؟ هو داك دوك النقط او دوك المواضع اللي كيمر منهم الجسم في حاله حركه. مثلا ملي كدوز واحد الطائره في السماء، وديك الطائره كتكون كتخلي من موراها داك الغاز، داك الدخان اللي كتخلي من موراها، داك الدخان اللي كتخلي من موراها كنشوفو حنا على شكل واحد الخط. دونك داك الخط راه هو المسار ديال الطائره. كذلك مثلا ملي كنمشيو للبحر كنلقاو الاثار ديال الاشخاص، هادي رجيله هنا، هادي رجيله هنا، هادي رجيله هنا. ولا ملي كنمشيو مثلا للصحراء الرمل كنلقاو الاثار مثلا ديال الحيوانات او الاثار ديال الاشخاص. اذا ديك الاثار دوك المواضع اللي مر منهم الجسم هما اللي كنسميهم لي بوزيسيون، المواضع لي بوزيسيون. دونك لا تراجيكتوار المسار هو داك اللي شدينا دوك لي بوزيسيون اللي مر منهم داك الحيوان ولا داك الانسان وربطناهم بواحد الخط، عاد تسمى المسار. واضح؟ هذا هو اللي كنسميوه لا تراجيكتوار. دونك لا تراجيكتوار هو داك لا لين اللي كيجمع غوليي لي بوزيسيون، اللي كيجمع المواضع المتتابعه سوكسيسيف، هي المتتابعه اللي مر منها الجسم. سي كلير؟ اللي مر منها الجسم. دونك هنا كنلقاو ثلاث انواع المسارات، ريكسيلين مستقيمي، عقل عليها ريكسيلين مستقيمي. فوقاش لكل مسار مستقيمي؟ لوسكو لا لين، عندما يكون داك الخط كي غوليي لي بوزيسيون دو لوبجي اون موفمون اتون دروات. الا كان داك الخط اللي كيربط ليا المواضيع اللي مر منهم الجسم عباره عن خط، عباره عن دروات، ديك الساعه تنقولوا راه ريكتيلين. واضحه؟ كيرفيلين نفس الشيء، لكن غيكون الخط اللي كيربط دوك المواضع عباره عن كورب، يعني عباره عن منحنى هكا داير. واضح؟
ماشي بالضروره المنحنى يكون هكا، وانما يقدر يكون مثلثات، يقدر يكون اي شيء، المهم كان على شكل منحنيات. هذيك الساعه راه يكون عندنا تراجيكتوار كورفيلين. تري بيان. النوع الثالث هو تراجيكتوار سيركولير، يعني دائري، دائري عباره عن دائره، وهذيك الساعه الا كان لا لين اللي كيربط لي بوين عباره عن سيركل. واضح؟ تري بيان. Ensuite, nous devons remarquer la trajectoire change selon l'observateur. La trajectoire est donc une notion relative. Ça fait, yani, la trajectoire est relative. Maintenant, la trajectoire est relative à la marge, le référentiel. Nous avons mis un exemple, par exemple, le train. Ce que le train, nous avons choisi la gare ou nous avons كنكونوا تسناو التران، كنطلقوا عينينا مع السكه، شنو تيبان لينا؟ كتبان لينا السكه راه مستقيميه، لكن في الحقيقه الا طلعنا لواحد الجبل الفوق ولا كنا راكبين في الطائره وطلينا نظرنا، واش غتبان لينا السكه الحديديه مستقيميه؟ لا، غتبان لينا السكه المستقيميه كت فيها واحد المنحنيات، يعني عباره عن واحد تراجيكتوار كورفيلين. لكن بالنسبه لذاك الشخص اللي هو في لاكار، اللي هو في المحطة ديال الترين، كتبان ليه السكة الحادية، كتبان ليه غيكسيلين. واضح؟ كتبان ليه غيكسيلين. وبالتالي حتى لا تراجيكتواغ راه واحد لا نوسيون غولاتيف، يعني كيتعلق بالمرجع. تخي بيان، حنا فهمنا هاد المسألة مزيان اسيدي. ندوزو لا بارتي التانية ديال الدرس، هي لي تيب دو موفمون، يعني أنواع الحركة. عندنا جوج الأنواع ديال لي موفمون. عندنا موفمون دو ترانسلاسيون، لا ديفينيسيون ديالها عندنا ان سوليد اي اون موفمون دو ترانسلاسيون سي تو سيغمون روليون دو بوين كيلكونك دو سوليد ريست باراليل ا لوي ميم. واخا عاد شوي علينا، واخا غنجيو بلا ما نهضروا على لا ديفينيسيون حتى نجيو لهنا ونفهم. دونك عندنا ثلاثه الانواع ديال الحركه بالنسبه للموفمون دو ترانسلاسيون، حركه ازاحه. قريتوا الازاحه في الثامنه وغتقراوها دابا في التاسعه. ازاحه هي ملي كنشدوا واحد المتجهه وكنحركوها من البلاصه، هذه كتسمى ازاحه. دابا حنا هذه المتجهه غنربطوها بواحد الجسم، ما نبقاوش نهضروها في الفضاء بحال الرياضيات، لا، دابا حنا في الفيزيك كنتوشيو الواقع. دابا الا خدينا واحد مثلا واحد المتجهه، خد معايا هذه المتجهه بفتحه ا فتحه بي بريم ا بريم، هذه نسميوها متجهه مثلا ا بريم بي بريم. هذه المتجهه دابا هاد لاسانسور هذا كيما كتشوفوا غادي مثلا نازل ولا طالع، ماشي مشكل. الا خدينا هاد المتجهه في هاد المكان وخدينا هاد المتجهه في هاد المكان، اذا المتجهه ا بي حافظت على الاتجاه ديالها ولا لا؟ حافظت على الاتجاه ديالها. شنو هو الاتجاه ديالها؟ هو هاد المستقيم العمودي. اذا اللي كانت المتجهه كتحافظ على الاتجاه ديالها راه كنسميوه موفمون دو ترانسلاسيون، كنسميوه موفمون دو ترانسلاسيون. واخا دابا في هاد الحالات بثلاثه، على قول المتجهه كتحافظ على الاتجاه ديالها. مثلا خدينا هذه المتجهه هاي، شوف خذ المتجهه هنا ا بي، ا بي هذه اللي راسها لتحت، في اي بلاصه خدينا المتجهه ا بي هنا ا بي هنا ا بي هنا ا بي هنا، غادي نلقاو ان المتجهه كتحافظ على الاتجاه ديالها. دائما المتجهه ا بي غنلقاوها عموديه. واضح؟ نفس الشيء هنا، لو خدينا المتجهه ا بي هي عموديه عموديه عموديه، لو خدينا المتجهه ا سي غنلقاوها انكليني انكليني انكليني. دائما المتجهه كتبقى موازيه لنفسها، مثلا المتجه ا بي هي موازيه للمتجه ا بي موازيه ل ا بي. إذا كانت المتجهه ديما كتبقى موازيه للمتجهه الاصليه، إذا هذه كنسميوها موفمون دو ترانسلاسيون. واضح؟ دونك موفمون دو ترانسلاسيون إما غتكون غيكسيلين إذا كانوا دوك النقاط عباره عن مستقيم، أو غتكون سيركولير إذا كانوا دوك النقاط عباره عن دائره، أو غتكون دو ترانسلاسيون كورفيلين إذا كانوا عباره عن منحنى. واضح؟ فهمه مزيان. نجيو لاخر شيء اللي هو موفمون دو روتاسيون، حركه دوران. لا ديفينيسيون ديال حركه الدوران، ان سوليد اي اون موفمون دو روتاسيون، يعني واحد الجسم راه في حاله حركه دوران. باش ما تخلعوش، شوف عندنا حركه ازاحه سيركولير دائريه، وعندنا حركه دوران. نجيو هنا باش تفهموا. فوالا، دونك عندنا حركة إزاحة، عندنا موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير، حركة إزاحة دائرية، وعندنا حركة دوران، موفمون دو روتاسيون،
عقلوا على الشركة كيتحط، وهذا هو اللي هذا هو اللي صعيب، ماشي صعيب، هذه اللي كدوخكم في هذا الدرس وما كتضبطوهاش، ضبطوها دابا وسيروا ناضين. واخا سيدي اجي. دونك قلنا شنو عندنا؟ قلنا عندنا موفمون دو ترانسلاسيون، حركة إزاحة دائرية. فوقاش كتكون عندنا حركة إزاحة دائرية؟ إلا كانت واحد المتجه، مثلا خديت هذا المتجه أبي، إلا كانت هذا المتجه أبي كتحافظ على الاتجاه ديالها دائما عمودية خلال هذه عملية الدوران، إذن راه هذا الجسم هذا اللي مربوطة به هذا المتجه راه كيدير حركة دوران، أو عفوا حركة إزاحة، كيدير موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير، لان المتجه ديما بقات محافظه على الاتجاه ديالها. لاحظتوا ها هي عموديه عموديه عموديه. غنجيو لهنا باش يبان لكم الفرق. موفمون دو روتاسيون حركه دوران، هذه حركه ترانسلاسيون ازاحه دائريه، وهذه دوران. حركه دوران الا خديت هذا المتجه ا بي خلال العمليه ديال الدوران ديال هذا الجسم ما تحافظش على لا ديريكسيون ديالها، ما تحافظش على الاتجاه. لاحظوا هنا كانت عموديه، هنا هي ولات افقيه، هنا هي ولات عموديه لكن لو سونس ولا نحو الاسفل، هنا هي ولات افقيه لكن لو سونس ا اغوش. واضح؟ دونك هنا في واحد موفمون دو روتاسيون المتجهه ما كتحافظش على لا ديريكسيون، المتجهه ما كتحافظش على لا ديريكسيون. وهاد لي سيركل اللي كيرسموهم لينا، هاد لي بوين اللي كينتميو لديك الجسم اللي كيتحرك، كلهم تيكون عندهم نفس المركز. اذا هاد الدائره هادي عندها نفس المركز، هذا المركز ديالها، والدائره الثانيه هذا يكون عندها نفس المركز. اما في موفمون دو ترانسلاسيون كل نقطه من الجسم كتكون كدير واحد الدائره ديالها، وبالتالي هذه يكون عندها مركز ديالها هنا مثلا، والدائره الثانيه اللي كتكتبها هذه النقطه كترسمها هذه النقطه بي، يكون المركز ديالها هو هذا. لاحظ معايا النقطه بي، النقطه الاولى، النقطه الاولى هي هذه، هذه الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. اذا الحركه ديال الدوران ديال هذه في هذه الدائره هذه، اذا السونتر ديالها المركز ديالها هو هذا. اما اللي خدينا النقطه ا، ها النقطه الاولى من الدائره، ها النقطه الثانيه، ها النقطه الثالثه، واضح؟ اذا هذه الدائره هذه ها السونتر ديالها. يعني في حركه ازاحه كل نقطه من الجسم وكتكون كدير واحد الدائره اللي المركز ديالها خاص بها، واضح؟ واحد الملاحظه واحده اخرى بالنسبه لحركه ازاحه، كيكونوا دوك النقاط اللي كرسمهم كيكونوا الدوائر ديالهم كيتقاطعوا. لاحظوا هما الدائره الاولى مع الثانيه تقاطعوا في هذه النقطه، تقاطعوا هنا وتقاطعوا هنا. اما في حاله غوطاسيون ما كيتقاطعوش الدوائر. فهمنا شنو هي حركه ازاحه وشنو هي موفمون دو غوطاسيون؟ نرجعوا. اذا هذه هي موفمون دو غوطاسيون. لاحظتوا مثلا هنا لو خدينا هذه المتجهه، هذه سميناها مثلا هذه النقطه ا، وهذه سميناها بي. شوف بي كيفاش كدور، هي كدور، واضح؟ وبي كدور كتغير لو سونس ديالها. اذا في موفمون دو غوطاسيون المتجهه ما كتحافظش على لا ديريكسيون ديالها، ما كتحافظش على لي كاركتيرستيك ديالها، سيرتو لا ديريكسيون، ما كتحافظش على لا ديريكسيون اي لو سونس. كنتمنى تكونوا فهمتوا. حد هنا كنكونوا سالين الدرس. عندنا واحد بتي اكزيرسيس، اكزيرسيس دابليكاسيون، واحد التمرين تطبيقي. ريبوندر با فري او فو، اجب بصحيح او خطا. لا تراجيكتوار ريكتيلين كي كوريسبون اون دروات، قال لك المسار المستقيم هو اللي يعني هو عباره عن خط، كتب فغي ولا فو. غنخليكم تجاوبوا في لي كومونتير، واحد فغي، في دو كتب واش فو، تروا واش فغي ولا فو، حداها صافي. لا تراجيكتوار سيركولير كي كوريسبون ا اون كورب، قال لك لا تراجيكتوار سيركولير، سيركولير يعني المسار الدائري هو اللي عباره عن منحنى، كورب هي منحنى صافي. تروا لا تراجيكتوار كورفيلين كي كوريسبون ا ان سيركل، قال لك المسار المنحني هو اللي عباره عن دائره. لو موفمون او لو روبو دان كور ديبون دو ريفيرونسييل شوازي، قال لك الحركه والسكون ديال واحد الجسم كيتعلقوا بالمرجع اللي كنختاروا، والصحيح او خطا. ما تنساوش الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو مع الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.